عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه معروفه اللي هي تحليه ما تخطيش الموائد الجزائريه في شهر رمضان، اللي هي وصفه قلب اللوز ولا الشاميه في الغرب الجزائري. دونك هذه الوصفه بعد ما جربتها من اول مره ناجحه 100% والمذاق ولا اروع. دونك كامل اللي عندهم اللي قاو يعني ما تنجح لهم شو المبتدئات، ننصحكم تروحوا خطوه بخطوه تنجح لكم وتابعوا معايا الخطوات. دونك نبدأ بالمكونات. عندنا 3 كيسان سميد غليظ، عندنا كاس ونص سكر، عندنا نصف كاس زيت، نصف كاس لبن، وربع كاس ماء الزهر، وعندنا خميرة الحلويات على رأس المغرف. دونك في الاول نحط السميد. السميد هذا تلقوه عند لي بوشري هنايا في اللي متواجدين في ايطاليا، عند الباكستانيين ولا المغاربه. من بعد نضيف عليه السكر، كاس ونص السكر، ونخلطه مليح. بعد ما نخلط مليح نضيف عليه هذيك خميره الحلويات لا ليفور، ومن بعد نزيد نصف كاس زيت. دونك هنايا ملاحظه، انا هنا استعملت يعني الملعقه. انتوما عندكم اختيار اللي تبغى تخدم بيديها تخدم بيديها، وما تعجنوش يعني هكا تغي تخلطوا برك كما هنا. شوفوا كيفاش راهم شغل مبسس كما ديروا مبسس. المهم بعد رايحين نضيفوا نصف كاس اللبن ونخلطوا الكل، ندخلوا هذاك اللبن في الخليط. بعد في الاخير رايحين نضيفوا ماء الزهر، قلت لكم ربع ماء زهر. ايوا نخلطوا، قلت لكم يعني ما تعجنوش يعني غير بيديكم هكا تخلطوا برك. شوفوا هنايا انا عندي هذا الطبق جاي فيه 30 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، رايحه انفيرسي الخليط وناجحه سهله بزاف. شوفوا هنايا يعني رايحين توزعوها على الطبق باش تحصلوا على مستوى سمك، يعني مش سمك واحد. استعملت هذه الطريقه باش الشغل تولي عندي مستوى واحد. وبالفعل تحصلت على نيفو بيان كوم الفو. من بعد ناخذ مي على حسب انتي ما تبغي تقسمي قلب اللوز نتاعك. على 6 مرصويات غير من الفوق، يعني ما تهودوش حتى للتحت. وبالنسبه للتزيين انا هنا اختاريت اللوز اختياري، كل واحده واش تبغي. الا عندكم كاوكاو ديروا كاوكاو، كل واحد واش يبغي يزين. وبالنسبه اللي تحب دير الحشو من الداخل، دونك رايحه ديري نصف الخليط
ديريه لتحت وديري الحشو نتاعك، يعني تهرسي الكوكا واللوز المهم واش ما بغيتي، ومن بعد زيدي الخليط الزاوج وديري التزيين تاني من الفوق. انا حبيتها هكا تكون سامبل، بصح مع الوقت رايح ننوعو من داك لداك. بالنسبة لقلب اللوز رايحين نخلوه يرتاح لمدة ساعة، لمدة ساعة نخلوه يرتاح، وبعد ما يرتاح من بعد رايحين نديروه في الفرن. أنا طيبته لمدة 180 درجة لمدة ساعة، بصح كل واحدة ولفوخ تاعها، كاين اللي يطيب، أنا تاعي يطيب من الفوق ومن تحت يعني إلكتريك، وانتوما اللي لازم تحمر مليح. من جهة عدنا الشربات، رايحين نحتاجو فيها زوج سكر، نحتاجو فيها ثلاثة ماء، وفنجال فنجال ماء زهر. دونك في الأول رايحين نحط السكر ونخلطوه مع الماء، نحركو مليح باش ما يبقوناش هذوك الحبيبات السكر في القاع، ومع تالي كيما نقولو يتحرق. وبعد ما يغلينا، بعد ما نخلطه مليح نحطه على نار هادية، وكي يغلي نزيدو هداك فنجال ماء زهر. وبعد ما خلطتها مليح كما قلت لكم رايح نحطها على نار هاديه، وهاد الفنجال نضيفه في الاخير بعد ما يغلي لي. وهاديك يعني نخليها ترتاح ساعه كافيه، واللي يحب يخليها يزيد يخليها. زدنا فنجال الماء زهر باش يعطيها هذيك النكهة الشابة. شوفوا هنايا بعد ما طابت لي الشامية نتاعي، دونك رايحة نسقيها بالشربات اللي راها باردة، دونك هنايا تعوموا كامل الشربات وتخلوها تشرب حامية، غير تقلعوها سقوها. المرة الأولى راها تمتم تشربها، كي نشوفوها كامل شربتها نعاود نديرو المرحلة الثانية، يعني بولا دوزيام فوا. نخلوها تتشرب، دونك انا كيفاش نعرف رايحه نميل البلا تاعي؟ شوفوا ما كاش الماء، دونك رايحه نزيدها للمره الثالثه، لان قلب اللوز يلزم له يكون متشرب مليح ماشي كيما البسبوسه. رايحه نزيدها بولا ثوازيام فوا. دونك ها هي وصفه الشاميه لنهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم الجميله. واللي راه معايا جديد في القناه ما ينساليش الاشتراك والجيم والبارتاج، بارتاجوا هذه الوصفه مع احبابكم اصدقائكم وعائلتكم، ونتمنى لكم رمضان كريم وتصوموا بالصحه، ونتلاقاو في وصفه اخرى.